بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنتكلم في السيشن ده على ازاي نقدر نصمم الرولر سبورت او الركيزه بتاعه الكوبري اللي هي الرولر سبورت. Gracias.
36 Well,
اكسنت اس تي خلاص هديك حاجه اسمها اكسنت اس تي الكلام ده في حالة الكوست ستيل، ده في حالة الكوست
اتحرك بسليم 44. ومع ان انا باخد حاجه من دي تتحمل قوه، انا باخد اكتر ستيم بالظبط 95 باخد اكتر ما تقدر تتحمل معايا بالظبط كده. مشكلتي فين دلوقتي؟ بقل خلاص كده بقت معايا مثلثين و 14 على المنشور كده ده المشكله بس ناخد نص خلاص انا خدتها لا دي ما بتعملش هو مشكله الكلام ده عايز يكسب الرسمه دي تاني طب ما تنسي دي ماشي خلاص ده شكل السد البلي ليه مش مشكله فين ال بس هو بس هو انا لسه سميه سد البلي انت عارف ليه؟ عشان بيركب عشان بيركب في القبر هو ما بيركبش الصب ليه يا دكتور بيعشق فيه يعني تعالوا عملوا الكلام ده
خلي بالك من نفسك. خلاص كده يا عم. السادل عارفين الكلام الجمل عارفين الجمل؟ مش حصان برضه اللي هو السيرك بتاعه. البتاع اللي هي بيسموها الصنم او السنان بتاع الجمل. لما يجي يركب يركب الجمل. تلاقي فيه جزء كده ساعات ما يجي الجمل بيقوم وبيقوم بطريقه غريبه. وتلاقي فيه حاجه طالعه بنفس الشكل ده كده راكبه فوق السنان بتاع الجمل وراكب بيمسك فيه. شوف اي نمكه اللي ماشيين على الطريق ماشيين.
هجيب الاي دي دي ازاي؟ بص دي زي الاربعه سنتيمتر. هو الاي دي دي لو انت جيت تبص عليها هتلاقيها بالشكل ده. بص تمام. دي من هنا لهنا اس. اس ودي كده. دي اربعه على اربعه. ودي هنا دي اربعه على اربعه. قال لك في حاله الابر اعتبر مجازا المسافه من هنا لهنا هي الاس. في الابر مجازا اعتبر المسافه من اخر الدايره لاخر الدايره او اخر السلندر هي الاس. طب بقول لك الاس بيساوي ايه؟ بيساوي الدي من 8 ل 10 سم. طب الدي بكام؟ 26 زائد 10 سم 36 سم. مش كده؟ يبقى دي اس. طيب يبقى الايه؟ بتساوي اس زائد نص دي. صح؟ انت دي على اربعه ودي على اربعه يبقى كام؟ ربع دي وربع دي على نص. مش كده؟ هو نفس الحاجه. ما قلنا يا شباب في النظر اعتبر ان الاس مجازا من هنا لهنا. الكلام ده احتاجه في النظر. ناخد الواحد ونص دي بالظبط. وهنا احطها نص دي بالظبط. بس انا هعتبره في اللور اكتر عشان ضرر انا اعمل الجنش ده ماشي. لو حصل اي حاجه هنا في الاولى بتاع الدور السلندر ما يجيش كده كده انا بحجبه مين؟ او ماشي في السلندر ده او بايه ده؟ ان حركته اصلا ما تكونش ملحوظه بالنسبه لي ما بشوفهاش. خلاص؟ يبقى ده بيساوي 36 زائد نص 26 بيساوي كام؟ 49 سم. مش عارف الكلام ده؟ لو بس حطيتها 25 يعني هيطلع معاك كسر. عشان كده لو قلت اخدها 26 عشان اضيع الكسر. في مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ في مشكلة؟ كلام جميل. طلعت اللي هي دي. طيب يبقى انا معايا ايه؟ معايا الاثنين. بلاش مين؟ الاثنين في نفس الطاقة. طب هطلع الاثنين ازاي؟ طب انا عندك واحد من 8 يساوي 6 ان على ال في مين؟ دي 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 عشان اطلع دول اطلع ده اطلع الام ازاي بقى؟ عندي قوه واحده جايه من فوق. ايوه عندي قوه واحده بالظبط اللي جايه من فوق. جايه هنا بتاثر يبقى السلندر بالنسبه لك يعتبر مين؟ كسبور. يبقى هتلاقي ده كده عندك هنا ار وعندك كسبور وكسبور والمسافه دي مين؟ اس. يبقى الام اه في اس على الاربعه اللي هو الاس اللي على الاربعه. مشكله في الكلام ده؟ طب ده لو كانت مين صبور؟ طب لو كانت مع صبور؟ هتزود كمان الاربعه يعني هتحط مش هتفرق معايا مش هتفرق معايا مش هتفرق. ده كده مين صبور صح؟ فده كده هياخد مين؟ خد اربع على اثنين وده خد مين؟ اربع على اثنين. طب لو كانت بالشكل ده المسافة دي اس ودي اس ودي اس يبقى كل الريشة هتاخد كام؟ أربعة على أربعة 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 أربعة على أربعة. المشكلة في الكلام ده؟ خدهم بالتساوي يبقى تبقى أربعة على أربعة في واحد ونص اس زائد أربعة على أربعة في نص الاس يبقى أربعة على أربعة في اثنين الاس. طلعت قلت الأولى. المشكلة في الكلام ده؟ يبقى طلع من هنا هيساوي كام بقى الام؟ يساوي 520 في اس اللي هي كام؟ 36 على 4 يعني يساوي كام في المومنت؟ تقريبا 4180 حاجه كده 4680 يساوي 4680 طن سنتي او بدل ال 1.8 بيساوي 6 4 680 على ال 110 في الدي دي سكوير. من هنا اقدر اطلع قيمه مين؟ الدي 2 هتساوي كام الدي 2؟ تساوي 17 وانت 2 تقريبا. هتساوي 17 وانت 2 سم 14 وانت 2 سم. في مشكله بقى يا شباب؟ في مشكله؟ طب رقم 4 هتلاقي رقم 3
السبورت بالنسبه لك هيمسك السلندر، هيبقى سيبين هيبقى سبورت، انما في الكلام يمسك
180 في 36 سكوير على 8 بتساوي كام؟ ناقص 1010 تطلع كام دي؟ حتى عشان شكرا لكم يا شباب، وإن شاء الله الدنيا تكون كده وضحت، ونسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.